اهلا وسهلا بحضراتكم. مصر كل يوم جديد، احداث جديده من احداث النهار، والعنوان الدائم مصر كل يوم فيها جديد واحداث جديده وايضا تصريحات واخبار ولا يخلو الامر من بعض الطرائف في بعض الاحيان. طبعا عايز اقول لحضراتكم ان احنا الساعه الثانيه كالمعتاد في احداث النهار بيكون معنا ضيف. النهارده طبعا هنخصصه للقدر الاكبر اللي مشغول به الشارع المصري والبرلمان المصري او اعضاء مجلس النواب الموقرين اللي هم ممثلي الشعب، وهو موضوع القمح ولجنة تقصي الحقائق. اللي امبارح كان هناك يعني لجنة استماع كده داخل البرلمان، كان وزير التموين متواجد بالأمس، النهارده هيكون وزير الزراعة ووزير الصناعة هيكونوا أيضا في جلسة استماع، خلينا نسميها كده جلسة استماع بدل كلمة استجواب، ومن اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق اللي شغالة في البرلمان، واللي تقريبا اللجنة أنهت عملها ودلوقتي هي بتعد تقريرها اللي يقدم للبرلمان. ويمكن البعض بيسأل طب ليه اللجنة دلوقتي قبل ما تطلع تقريرها إنها بتستمع لمعالي السادة الوزراء، وزير التموين، وزير الصناعة، وزير الزراعة، ليه بتستمع ليهم طالما تقريرها لم ينتهي بعد؟ ربما أن يكون استماع من الطرف الآخر. اللجنة زي ما احنا عارفين أثبتت مخالفات جامة، كوارث كبيرة جدا عبر أحداث النهار احنا اتكلمنا يعني من خلالهم، من خلال أعضاء اللجنة، وقالوا أنه تعدت الملايين في عمليات التخزين الوهمية، في عمليات التخزين الخاطئ، في عمليات أنه ما فيش موظفين موجودين إلى آخره من كل المخالفات اللي رصدتها اللجنة. وطبعا كان في جانب اخر بيتشكك في عمل هذه اللجنه، ان معهاش مثلا ناس متخصصين في عمليات التخزين او يفهموا فيها كويس، فبالتالي كان معلوماتهم مبنيه على شيء خاطئ. المهم حتى اكتمل المثلث كاملا لابد ان اللجنه تشتغل وبعدها تستمع للطرف اللي وجهت اليه الاتهامات، او الى يعني ممكن نقول او بشكل اخر نشوف حل افضل، لان كله بيشتغل تابع لمصر، مش كله بيشتغل عشان يثبت التاني وحش او التاني سيء او التاني عليه اخطاء فبالتالي نمشيه او نغيره او عنده منظومه او الى اخره، او نعرف فين الخلل على اساس يكون في منظومه جديده على الاقل اذا ما كانش يعني بننتج قمح يكفينا، يبقى على الاقل الموجود يعني يكفينا ونعرف نستغله الاستغلال الامثل. النهارده زي ما قلت لحضراتكم النهارده هتكون لجنه يعني متواجده في مجلس النواب، هتستمع الى وزيري الصناعه وكذلك وزير الزراعه عصام فايد والصناعه طارق ابيل في اجتماع اليوم حوالين الملايين او طبعا من فلوس ومخزون للقمح في الشون اللي كم اهدرت. عايز اقول لحضراتكم انه يعني بدايه تخزين القمح دي بقى لها حوالي 4 شهور، وكان المفترض المأمول انه يصل العدد الى 4 مليون متر مكعب، والوزاره قالت لا انا ممكن، او الحكومه قالت ان انا ممكن استوعب 5، وكان في معضله كده في نقطه انه يعني استلام القمح او استلام دبات القمح من الناس اصحاب الاراضي، والوزاره تراجعت عن الامر ده في حوالي 5 ايام بسرعه جدا، الكلام ده من حوالي 3 شهور، انه لا ممكن تستورد او تستقبل تاخد القمح او الشون الى الشون من اي حد حتى لو كان مأجر الارض. وتم على هذا الاساس استلام ووصل المحصول الى 5 مليون، يعني زاد مليون. طيب معايا دلوقتي طبعا سياده النائب عبد الحميد دمرداش وكيل لجنه الزراعه عضو لجنه تقصي الحقائق والعضو الموقر بمجلس النواب. تحياتي يا سياده النائب. النهارده ايه المقصود يا فندم من استماعكم وطلبكم للاستماع، نقدر نقول كده استفسارات او استجوابات من الساده الوزراء؟ امبارح كان وزير التموين، النهارده وزير الزراعه والصناعه، ايه الهدف منها طالما ان اللجنه ما انتهتش من تقريرها النهائي؟ لا بص حضرتك، هو الحقيقه احنا لازم نسمع كل الاطراف عشان نقدر نكون حقائق واضحه نعرضها على الشعب وعلى الناس وعلى كل حد يعني. فبدون الاستماع لجميع الاطراف برضو مش هيبقى، برضو التقرير مش هيبقى بالحياديه. احنا عايزين حياديه طبعا، احنا عايزين نحط منظومه واضحه للرقابه لعمليه التخزين يمشي عليها الفتره الجايه بالنسبه للبلد كلها. لكن طبعا هناك بعض السلبيات في التوريد والتخزين، وبالتالي لابد من وضع منظومه جيده جدا. طيب ايه السلبيات اللي امبارح كان استمعتوا اليها مع وزير التموين؟
بص احنا بنفهم منه بالظبط ايه الاوضاع، ولكن طبعا وفي بالذات اللي هي كيفيه طريقه الحساب بعد الاستلام، دي فيها بعض الاختلافات. احنا بنقول ان هي حتى لو لابد طبعا يبقى في الكترونكس، يعني موازين الكترونيه وفي حساسات عشان تقدر انك انت تعرف الوزن بالظبط قد ايه، ولكن هناك معادله بسيطه جدا اللي احنا بنشتغل بيها بالمجموعه اللي هي بتروح بتنزل مع مندوب الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه والشركه اللي احنا جايبينها، وبننزل بنقيس بمعادله بسيطه جدا ان هي الحجم في الكثافه بيساوي الوزن تقريبا قد ايه. ودي في العالم كله، وفي اي واحد في الاعدادي يقدر ان هو يقول يعرف هذه المعادله، وديت لابد من ان هي تتخذ لحين تركيب او تعديل او وضع ضوابط لانشاء الصوامع او تعديل المنظومه بتاعت الصوامع، عشان نقدر نعرف بالظبط اللي دخل ايه واللي خرج قد ايه بحاجه طيب. الكترونيه. خليني اقول لحضرتك، الحكومه من ضمن اقتراحاتها انها تقدم الدعم مباشر للفلاح، وطبعا موضوع السعر يكون وسط الاسعار العالميه، يعني السعر المحلي يبقى السعر العالمي. الامور دي كلها او اقتراحات الحكومه من ضمن ممكن نسميها من ضمن النقاط اللي هتكون موجوده في التقرير. لا طبعا ده اكيد، لان عايزين احنا نشوف المنظومه بحيث ان هي ما حد ولا الفلاح يتظلم، ودي اهم حاجه بالنسبه لنا، ولا الحكومه ان هي تتظلم. يعني عايز يبقى في نوع من الحل الوسط، ان وما يبقاش في فساد، يعني هي دي النقطه الاساسيه. يعني ما هو الفساد مش ان انت بس تسرق فلوس او تاخد حاجه، ان انت ممكن تعطل حاجه او تخزنها غلط وتبوظ، ده نوع من الفساد. ده اكيد بدليل ان المنظومه شغاله بقى لها فتره كبيره، ولولا ان احنا نزلنا وشفناها بطريقه بسيطه جدا ممكن ما كانت تستمر كده بهذا الشكل. وانا على فكره احنا مش عايزين نتهم حد، واحنا مش جهه اتهام، ناس بنشوف الوضع ايه وبنحطه على الوقائع والحقائق الحقيقيه، وبعد كده بقى يتخذ قرارات بقى، سواء اذا كان في راجل مسؤول عايز يتحاسب او النيابه عايزه تاخد تتهم حد. احنا مش ده دورنا الحقيقه. احنا طيب انتوا المفترض اللجنه ميدانيا شغلها الميداني خلص، وكان كلام انه انتوا عايزين تمدوها. لا المفروض، بص احنا المفروض ان احنا طبعا مش هنقدر نمر على كل البتاع ده، لان لو مرينا هتاخد كل فتره الانعقاد بتاع المجلس 30 و 40 جاي. صحيح. ولكن الحقيقه بنحط المنظومه للرقابه والجهات الرقابيه والاجهزه التنفيذيه تقوم بهذا العمل، وبعدين احنا ممكن بقى في خلال هذه الفتره ننزل نشوف ونراقب بشكل عشوائي ونشوف هذه المنظومه ماشيه ولا لا. طيب لحد دلوقتي مثلا بالعينه العشوائيه احنا بنقول كام فلوس، عشان الناس بتفهم باللغه دي، كام فلوس مهدره بنقول بالنسبه للتقريبات؟ هو اللي اتقال، هو اللي اتقال او عن طريق بعض الناس، رئيس اللجنه وكده، في حدود اظن ال 400 500، لكن انا برضو مش عايز اقول مليون جنيه. الحقيقه مش عايز اقول ارقام، ان في سلبيات موجوده، ان السجل اللي مكتوب فيه 40 مثلا الف طن، والواقع الفعلي طبقا للحسابات اللي هي المعادله اللي انا بقول لحضرتك عليها، ان هي بتبقى فيها تقريبا 40% او 30% عجز في الكميه. ولكن برضو احنا يعني احتمال ان احنا في الفتره الجايه دي نعمل برضو تصفيه صفريه لبعض الاماكن اللي تم التحفظ عليها من النيابه، عشان نعرف بالظبط الوزن قد ايه فيها. ده اللي هي المرحله القادمه، عشان نتاكد بالظبط الاوزان ايه اللي هي محدده في داخل بعض هذه الصوامع. يعني طيب المفترض يعني حسب السيناريو اللي حضراتكم واضعينه ينتهي امتى؟ بعد جلسات الاستماع مع الساده الوزراء ويوضع التقرير امتى؟ احنا ان شاء الله في خلال، احنا جاري عمل التقرير دلوقتي، كل واحد ماسك جزء وبنشتغل فيه، وبعدين هنجمعه يعني في خلال اظن ممكن تبقى 10 15 يوم يكون التقرير منتهي باذن الله. يعني في خلال اسبوعين نقدر نقول كده التقرير يكون منتهي. ان شاء الله التقرير لجنه تقصي الحقائق يكون منتهي. طيب انا بس اسمح لي، بس عايز اقول يعني اقول للناس دلوقتي، اللجنه شافت ايه غير انها شافت ان في اموال مهدره، في تخزين وهمي، في فساد بمعنى الكبير جدا، بتخزين خاطئ، او اشياء موجودة ومش مؤيدة في الدفاتر، او اموال استلمت لناس لا يستحقوها. ايه كمان البارز في الحاجات دي كلها ممكن تثبتها بعد ما تستمع للوزراء؟ لا بص هو حضرتك طبعا قلت بعض الحاجات، لكن هي اهم نقطة اللي هي عملية الاستلام والتخزين والسجلات. يعني زي مثلا ان بعض على فكرة احنا كل زرناء 10 12 صومعة، وفي صومعة كتيرة جدا، يعني وصلت لحوالي
130 او 140 صومعه، فاحنا بنمثل نسبه بسيطه من اللي شفناه. يعني اكيد في ناس عند اكيد في ناس شرفاء، في ناس اللي بيخش لهم بيسجلوا فعلا وهكذا. فمش عايز انا اظلم القطاع كله يعني، لكن اللي موجود عينه عشوائيه 10% مثلا من الموجود، وبالتالي احنا المفروض ان لو عايزين نعرف الحقائق ان يتم التحفظ وعدم الصرف من هذه الصوامع عشان تقدر الجهات التنفيذيه بعد ما تحط المنظومه تقوم بالاجراءات بقى اللي احنا عملناها قبل كده، وتقدر تطلع قد ايه في فرق نسبه قد ايه ما بين المشاكل. عندي سؤال يعني، ويمكن انا بعتقد شخصيا يعني ان ده من ضمن الاهم الاسئله اللي بتهم يعني اهلنا كمصريين عموما. يعني الفلاح المصري اتظلم في المعادله دي كلها في القمح والتخزين؟ لا الفلاح ليس له علاقه بهذه المنظومه خالص. الفلاح اخذ 420 جنيه الاردب، وده اعتقد انه سعر مش بطال، هو سعر جيد للفلاح، وبالتالي الفلاح ليس ما لوش اي دخل بهذه المنظومه خالص. منظومه توريد وتخزين وسجلات وشكل معين للاستلام وشكل الشونه شكلها عامل ازاي والاجوله ماشيه عامله ازاي. يعني في حاجات كثيره جدا تفصيليه هتظهر طبعا في كل ده في التقرير، ولكن الفلاح ليس له علاقه بهذا الموضوع. بشكرك جزيلا استاذ عبد الحميد طبعا دبرداش، وكيل لجنه الزراعه عضو لجنه تقصي الحقائق بمجلس النواب العضو الموقر. وزي ما قلنا حضراتكم، خليني اعيد بس المعلومه ان اللجنه قالت النهارده هتستمع اليوم النهارده لوزير الزراعه ووزير الصناعه، بالامس كان وزير التموين، كل الشغل على منظومه الاستلام والتخزين وكيفيه الاستفاده من التخزين والدفاتر والمؤيد واللي مش مؤيد والاموال اللي خرجت بناء على أجزاء مخزنة، وأنه خلال أسبوعين مفترض يعني حسب ضيفنا على الهاتف عضو اللجنة بالطبع خلال أسبوعين هيطلع التقرير النهائي اللي يقدم للبرلمان، اللي هنشوف طبعا أول سلطة ليه، مفترض أول سلطة لاتخاذ لحالة مماثلة بنعتبر لجنة تقصي الحقائق. نقدر نقول أول لجنة يعني بتشتغل ونرى عملها رأي العين قدام الناس، وبنشاهد التصرف هيكون ازاي. طيب هنسيب القمح وهنفضل برضو في موضوع البرلمان، والبرلمان عنده نشاط مهم جدا وبدأ يشتغل عليه بشكل كويس جدا، وفي نفس الوقت يعني عايزين نشوف مدولاته، ألا وهو نقدر نقول هذا الكائن المخيف الأخضر، كائن مخيف هو الدولار والعملة وموضوع الأسعار وكل والاقتصاد والموازنة وكل الأمور دي كلها. النقطة الأساسية زي ما أنتم حضراتكم عارفين، أول امبارح كان يوم السبت، كان مفترض في لجنة من صندوق النقد الدولي، اللجنة دي هتكون متواجدة في مصر وتجتمع بالحكومة عشان تدرس موضوع القرض. طيب اللجنة الاقتصادية بقى يعني بمجلس النواب، إيه دورها في الحالة دي؟ هل دورها انها تنتظر ان يتم الاتفاق مع الحكومه على القرض ومن ثم هي تراجع الاتفاقيه وتعطي تاشيره بنعم يعني، ولا المفترض ان هي تشارك من البدايه مع الحكومه في يعني على الاقل تراقب الحكومه قدمت اوراقها كويس، قدمت كل المطلوب من صندوق النقد، المقابلات حتى من اللجنه على انفراد من اللجنه الاقتصاديه في البرلمان وكذلك وفد صندوق النقد الدولي، هل تضفي نوع من الثقه؟ لان في الاول والاخر الموضوع مش انه انا صاحبي او صديقي امرر الامور وخلاص، لا هو ليها معايير وحسابات دقيقه جدا ومحدده سلفا، فبالتالي بيمشي على اساسها المشروع ده. وعلى سيره النقطه دي، هل كمان هيكون في شروط تفرض ولا لا؟ وده اللي نفاه على فكره النهارده وزير الماليه. يعني طبعا صرحت الوزاره انه ما فيش اي املاءات فرضت على الدوله المصريه مقابل هذا القرض، واحنا لسه بنقول انه الامور دي لسه في بدايتها. وعلى فكره مش معناته انك يعني تقدمت بطلب القرض انك بكره تحصل عليه او كمان اسبوع او كمان شهر، هناك معايير بي بي يعني بتستوفى، يعني بمعنى آخر كده رقم واحد تخلص بعدين يخش في رقم اتنين أو ثلاثة أو أربعة وهكذا، بتتم في إطار سلسلة دقيقة اقتصادية رقمية واضحة. الوكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وكيلها طبعا سيادة النائب محمد عبد المجيد، قال إن لقاء أعضاء اللجنة
بوفد طبعا صندوق النقد هو امر مطروح. واوضح كمان ان اللجنه ممكن يعني تستدعي وزير الماليه للجرح طبعا لي يعني استفسار ومعرفه المفاوضات كيف تسير، وكذلك ايه المطلوب من الـ يعني من صندوق النقد. وطبعا اللي عايز اقوله انه في جانب كده لبعض الناس هيتساءلوا كتير جدا، طيب مش الحكومه قدمت اوراق اعتمادها وقدمت الموازنه؟ فبالتالي في هذه الحاله هل ينفع ان انت تكمل الموازنه بهذا القرض بدون ولا يكون موافقه مجلس النواب او اللجنه الاقتصاديه يكون امر ضروري طالما ان الموازنه تم تمريرها؟ فيعني امور كده بتحتاج الى تفسيرات. انا معايا طبعا النائبه الموقره والخبيره الاقتصاديه والمحلله الكبيره جدا اللي دايما بتشرفنا بارائها دكتوره طبعا بسنت فهمي. اهلا بحضرتك يا فندم، بشكرك جزيلا. يا فندم الف شكرا على المقدمه. وخليني اسالك سؤال يا فندم، هو احنا قبل ما نتكلم على مجريات القرض، المفترض الحكومه تمرر او مررت الموازنه في البرلمان، طلب القرض هل الامر هنا وضعه ايه؟ وضعه القانوني والدستوري ايه؟ لا شوف حضرتك، الحكومه عرضت علينا كل ده وبان في اللي عرضته ان عندها فجوه تمويليه. الفجوه التمويليه ممكن تسدها بكذا طريقه. ممكن انها تاخد جزء من الصندوق، بس الصندوق الحقيقه انا من وجهه نظري الشخصيه مش بس مهم عشان يدينا فلوس، مهم عشان يبقى يشتغل معايا كمستشار، مهم انه لما الصندوق بيديني قرض دي بتبقى دوليا لها شكل تاني الحقيقه، تبقى زي ما تكون كده شهاده ثقه تقوم تشجع المستثمرين سواء كان مصريين او عرب او اجانب. فالصندوق له اهميه، لكن مش شرط انه هو الوحيد اللي يملى الفجوه التمويليه. انا اقدر املاها بجزء من الصندوق، واقدر املا بجزء من اصدار سندات، اقدر اتصرف في بعض املاكي، اخفض انفاقي، اقلل شويه من الانفاق الحكومي في الموازنه العام. يعني في مليون طريقه انك تبتدي تشتغل على انك تمول الفجوه التمويليه. لكن الحقيقه اهميه الصندوق، اولا هو لا يضع شروط، عشان ناس كتير عماله تقول يحط لنا شروط. الصندوق ما بيحطش شروط لحد، ده كان زمان، من مش عايز اقول من فتره طويله جدا. النهارده الصندوق بيسيب كل بلد بيقول لك انت مشاكلك 1 2 3، وكلنا عارفين مشاكلنا، هتحلها ازاي علشان تقدر تدفع لي الفلوس اللي انت هتاخدها. صح. لانه بيقرضك. هتيجي تقول له والله انا هحلها بالطريقه دي 1 2 3 4 5، يقعد يتناقش معك اذا كان الكلام اللي انت بتقوله منطقي وواقعي ومش هيتسبب، ودي عايزه اقف عندها، مش هيتسبب في عدم استقرار اجتماعي، هيوافق معك. لان اي عدم استقرار اجتماعي هيلخبطك فهيخليك ما تقدرش تدفع. وبالتالي هو مش عايز كده، بالعكس لازم تتقدم وانت بتتناقش معاه ازاي هتعمل استقرار اجتماعي داخل الدوله، وان كل الاصلاحات اللي انت عايز تعملها مش هتأثر على البسطاء. يعني مثال، إذا أنا طرحت سندات في السوق الدولي واقترضت، ده ما يأثرش مباشر على البسطاء. عندي مثلا مشروعات للاستقرار الاجتماعي، بحل مشكلة العشوائيات، بوفر الأكل، يمكن أعمل بعد كده دعم نقدي. لازم توريله أن البرنامج اللي هتعمله مش هيأثر سلبا على الاستقرار الاجتماعي. فالناس اللي بتقول الصندوق اول ما هيدخل الاسعار هتزيد والناس هتبقى، ده كلام الحقيقه مش دقيق. لا هو الناس قعدت تزود الاسعار على موضوع القيمه المضافه اللي هي لسه يعني بيتم مناقشتها او حتى ما قلناش بسم الله فيها، والناس راحت رفعت الاسعار. يعني الحقيقه طبعا في جهات رقابيه داخل الدوله لازم تقوم بدورها، ما ينفعش ان الامور تتساب كده. لكن انا ما اقدرش اسيطر على اسعار الناس البسطاء اللي قاعدين في الشارع بيبيعوا على راسي فضول غلابه، وانا دايما اقول لهم مش ده الموضوع. الموضوع المحلات الكبيره، الموضوع السوبر ماركات الضخمه، اكل البسطاء او يعني الناس اللي دخلها محدود موجود في جمعيات تبع القوات المسلحه، تبع التموين. يعني في برامج كثيره معموله للحمايه الاجتماعيه، لكن ما الناس بتزود اسعار عربيات، طب انا هعمل لهم ايه؟ يعني انا مش هنمشي ورا واحد واحد، ومش حضن رخيب على واحد واحد. احنا لازم نفهم دي مصلحه بلدنا، وانا بصراحه بقولها بصوت عالي. اللي يحس ان في اي حد بيستغل يبلغ عنه، مش عايز يبلغ عنه ما يشتريش.
لكن هنفضل كل يوم نقول يعني الدولار ارتفع فالجرجير ارتفع، ايه علاقة الجرجير بالدولار؟ يعني انا بتساءل بعض الناس يا دكتوره، وريت حضرتك مثلا توضحي حتى الصوره للناس، الناس تقول والله اصل الناس اللي بيبيعوا في الشارع او اصحاب محلات او حتى سلع غذائيه او حتى اي شيء يعني يغلوها، يقولوا اصل الدولار غلي. طب لما الدولار ينزل مثلا قرش ولا اتنين انت هترخص؟ بص حضرتك، الناس اللي بتبيع في الشارع دي ناس غلابه، وانا عمري ما اقول، دايما اقول لهم ما تصفش معاهم دول ناس غلابه، لكن انا بتكلم على الناس اللي فاتحه محلات وشغلها منظم، هو ده اللي عايز رقابه. لكن مش انا اروح لواحده قاعده في الشارع بتبيع خس وخيار وجرجير وهقول لها، يعني حتى احنا بنقول دي بتعتبر زي صدقه مداريه، بتسترزق. مش دول المشكله، المشكله هم التجار الكبار، هم دول المشكله حضرتك اللي عاملين مشكله في مصر. انا باجي بعد كده وبقول، انا بعرض البرنامج بتاعي، البرنامج بتاعي بيبين فعلا ان هيحصل اصلاح، بتبتدي تتفق معاك الصندوق ويروح بقى يعرض الورق ده في واشنطن لمجلس الاداره ويناقشوه هناك عشان الناس فاهمه ان الصندوق جاي بالختم. ايوه بالظبط، لسه في طريق طويل. وين انا الحقيقه سعدت النهارده في تصريح عمله السيد الرئيس، قال انه القوات المسلحه هتتولى ضبط الاسعار في السوق، وكمان سعر الدولار هينخفض في الفتره الجايه. ده تصريح مطمئن للناس كلها، واخد بالك؟ حتى قال ان اللي عنده دولار هيجري يبيعه، مش هيعرف يبيعه، فيروحوا يبيعوه من دلوقتي احسن. فدي كلها احاديث مطمئنه. انا عايزه اطمن الناس، احنا عندنا فجوه تمويليه عاوزين نملاها عشان نقدر نحقق خطه التنميه. اخذنا من الصندوق، اهلا وسهلا، اخذت الصندوق بكرر، الشهاده الدوليه مهمه لاستقطاب المستثمرين. طيب طرحنا سندات، مفيش مشكله، واخد بالك؟ في طرق كتيره، لكن الناس لان الحقيقه في ناس بتتكلم عن الناس يا دكتوره بتشوف الامر ده، يعني بتشوف ان في الاخبار الاقتصاديه مثلا بتشوف انعكاسها ان في حاجه غليت ان شاء الله حتى جنيه او ربع جنيه طبعا، فبتشوف مدوياتها دي غليت، فبتقول بتربطها مع بعض الاخبار بتربطها. وعلى سيره اللجنه الاقتصاديه انا عايز بس اسال على موضوع انه من ضمن الامور دي في موضوع الاسعار او حتى ربطها مع الصندوق، موضوع الاحتكار واحتكار السلع وتخزينها والامور دي كلها. طبعا دي جريمه، دي جريمه، ولازم الدوله هي اللي تتدخل فيها. احنا في البرلمان منعقدين، احنا مجتمعين من الصبح حضرتك الموضوع ده، الساعه 9 الصبح ولغايه دلوقتي بنشوف الموضوع من اوله لاخره، وازاي موضوع ضبط الاسعار وهنعمل ايه مع الصندوق يعني، وكل يوم عندنا اجتماعات احنا والسته والموازنه من هنا لغايه ما الامور تتضح للجميع. لكن البرلمان بيحاول هو كمان يحط حلول اخرى يساعد فيها الحكومه، دي بلدنا كلنا. ما فيش حاجة اسمها إن الحكومة هتعمل اللي هي عايزاه، وما فيش حاجة اسمها البسطاء هيتأثروا، لا، ما حدش هيسمح إن البسطاء يتأثروا، لأن هم الغالبية العظمى في البلد، تسمح لهم إزاي إنهم يتأثروا؟ لا يسمح. طيب. فأنا عايزة أطمن حضرتك وأطمن السادة المستمعين إن كل البلد النهاردة قاعدة على الموضوع ده، وأنا بكرر، جالنا حتى من أخبار كده إن السيد الرئيس نفسه الصبح عمل تصريحات مهمة. ده كان في اجتماع طبعا تأهيل للشباب. وإن السلع هتنزل أسعارها في السوق. طيب هل المجموعه الاقتصاديه، واسمحي لي انا بسالك لان اعلم يعني خبرتك الطويله يا فندم، المجموعه الاقتصاديه ماشيه بشكل جيد ولا في حاجه الى تعديل تغيير تطوير؟ لا ماشيين كويس، وبيحاولوا انهم طبعا يشوفوا حلول، بس زي ما بقول لحضرتك الحلول مش سهله والمفاوضات مش سهله. لكن هم ماشيين كويس وعندهم رؤيه وحطوا حلول كثيره جدا، ما اقدرش ابدا ادعي ان الحلول اللي حطوها غلط، لكن في مفاوضات، والمفاوضات مستمره وهتستمر ان شاء الله لغايه ما يتفقوا. بعد كده هيتعرض على البرلمان، مفيش جدال، مناقشات، هنقعد معاهم ونشوف اتفقوا على ايه. المفاوضات زي دي بتاخد وقت قد ايه يا دكتوره؟ لا تاخد وقت، مش هتاخد اقل من اسبوعين، وبعدين هم كمان هيرجعوا بره ويروحوا في المركز الرئيسي بتاعهم ويتناقشوا هناك، يعني القرض مش هيبقى بسرعه كده زي ما الناس بتقول. يعني احنا بنتكلم في شهرين ثلاثه، يمكن ده اقل تقدير، يمكن ست اشهر كمان. ست شهور. بشكرك جزيلا دكتوره بسنت فهمي، طبعا عضو اللجنه الاقتصاديه والعضو الموقر بالبرلمان، شكرا جزيلا. ويمكن الدكتوره اتكلمت على انه الجهات الرقابيه عليها انها تشتغل بشكل جيد، ونقول كده بشكل فعال، بشكل نقول يعني يغزي العين كده ويوضح قد ايه ليها دور، دور بدون محسوبيه، بدون واسطه، دور لصالح المواطن.
ودي او ده النقطه اللي هنتكلم فيها بعد كده، هي حملات الرقابه. يعني له علاقه طبعا بموضوع الاقتصاد وموضوع الاسعار وموضوع السلع وموضوع احتياجات الناس وموضوع انعكاس كل مليم او كل سلعه بتغلى في الدوله انعكاسها ازاي على الناس وانعكاسها ازاي بشكل اساسي. يعني طبعا دي الصور اللي بنشوفها دي حملات الاسماعيليه. النهارده كان في مجموعه حملات كبيره جدا للاجهزه الرقابيه، جهاز الرقابه الاداريه بالدوله، واشتغل على الحملات وشاف السلع، وطبعا بيصادر اي حاجه حد بيخزنها. يعني زي ما احنا شايفين اهو، دي حاجات مخزنه تتخزن تقل في السوق تزيد شويه تنزل تاني، تتخزن مره تانيه تقل في السوق تروح زايده تنزل تالت وهكذا. دي حملات نموذج للحملات اللي كانت في الاسماعيليه، وطبعا نزلوا على موضوع المصانع الغذائيه، السلع الغذائيه التموينيه، الخدمات العامه بما فيها مش بس يعني الحملات ما نزلتش وشافت المحلات اللي طبعا اللي مكانها معروف، عنوانها معروف في الشارع الفلاني في الحته الفلانيه العماره رقم كذا، لا ده كمان للسيارات المفترض اللي كان في سيارات بتنزل للقرى المحافظات الميادين المشهوره المعروفه بتنزل. الرقابه نزلت تشوف الامور دي كلها. طبعا الحمله بالتفتيش على السلع الغذائيه المقدمه للمواطنين في المناطق المعدومه بالقاهره والجيزه وباقي المحافظات الجمهوريه والاسماعيليه زي ما احنا شايفين دلوقتي، وتتاكد وصولها للمواطنين من عدمه. وكمان التفتيش على السيارات اللي طبعا بتحمل بضائع، وضبط المحلات اللي بتقوم باحتكار السلع زي ما احنا شايفين اهو، احتكار السلع، الامتناع عن بيعها او بيعها بالسعر المتواجد دلوقتي، يخزنها تغلى شويه بعدين يروح رافع السعر، يروح بايع بسعر اصلا اكتر، وبعدين يخزن الجزء التاني المتبقي لحد ما يعلو السعر مره تانيه. ويمكن ده بيحصل دلوقتي في مصر مع مثلا بالنسبه للشيء المشهور قوي موضوع السكر، موضوع سجاير مثلا، بيتم استغلال السلع ويتم استغلال الناس. وطبعا في بعض الاحيان الناس تقول المحتاج يشتري مش محتاج يشتري، يا عم زياده جنيه، يا عم ده نص جنيه، يا عم ده جنيه ونص، مش هتفرق. فطبعا بتبقى الصوره يعني بيحسب مع العدد الكبير. ادي الصوره في البحر الاحمر، شفنا الاسماعيليه، ده حملات البحر الاحمر هيئه الرقابه الاداريه الصوره ليها. وطبعا عفوا الرقابه كلها، يا ريت الامر ده يتم نقدر نقول كده بشكل دوري او بشكل اسبوعي او حتى بشكل يومي. وطبعا في الطرف الثاني في المعادله، الطرف الثاني في المعادله وهو ان المواطن حتى يروح يشتكي. طبعا الجزء ده يعني يمكن في بعض الاحيان بيتعب الناس، لما الناس تحب تشتكي اكيد هتمشي بنظام تكتب شكوى وبعدين الشكوى تعرض على موظف تاني مختص وبعدين يقيمها مع وجود النص القانوني اللي بيقول ايه، وبعدين بتخش بقى في دايره كده، دايره بيروقراطيه، فبتاخد لها مسار كده مش اقل من اسبوعين ثلاثه. فالناس بقت حتى مش عندها طاقه انها تعمل الصوره دي انها تروح تشتكي. ادي برضو نويبع في اقصى شمال، في نويبع حملات على التجمعات المجمعات الاستهلاكيه وتواجد السلع ومن عدمه، وطبعا موضوع الانتاج وفتره الصلاحيه والكميه المتواجده والكميه اللي تم استلامها والكميه اللي مباع منها. يعني رقابه بجد، رقابه بجد عليها. طبعا طبعا المحلات اللي زي دي طبعا في نويبع بتبقى قليله لحد ما، لكن لما بتيجي لحته ثانيه ومناطق ثانيه بتلاقيها في كثافه كبيره جدا موجوده على في سواء في البضائع او حتى من ناحيه البيع والشراء، فبتبقى في كثافه وبقى في رقابه كمان يعني مطلوبه في اي وقت وفي اي مكان. وطبعا يعني حبذا لو كانت الرقابه دي بشكل مفاجئ، بشكل يعني ما يلحقش اي حد انه بالبلدي كده يظبط اموره، ولا حتى انه يخزن حاجه او حتى يخبي حاجه او حتى يطلع، لان في بعض الناس على فكره ده بيحصل زي ما بنشوفه كده في الافلام، بتلاقي دفتر موجود الرسمي والدفتر غير رسمي. الدفتر الرسمي ده اللي بيقدم للجهات الحكوميه والرسميه والجهات الرقابيه،
ودفتر تاني موجود، ده بيبقى فيه هو الاساسي اللي بيخلصوا منه الامور. بيبقى فيه مراجعه، الرقابه بتعمل ايه؟ بتنزل تشوف الكميه اللي عندك دي انهي كميه، الكميه اللي استلمتها قد ايه، تشوف الدفع انت بعت قد ايه منها، طيب الكميه دي موجود منها قد ايه، والكميه دي صلاحيتها مدى استخدامها قد ايه، وانت ازاي يعني اي مواطن بيخش يسال على سلعه بتكون موجوده ولا مش موجوده، وفي نفس الوقت السلعه دي بيكون سعرها زاد ولا هو نفس السعر حسب ما كان يعني المبلغ المحدد ليها والمسعر ليها. الصوره كمان من مطروح اهي كمان، طبعا كل المحافظات البعيده اهو شمال غرب مصر من ناحيه مطروح، وحملات جديده لهيئه الرقابه، ماشي دي جميل جدا وممتاز جدا. وزي ما انتم لاحظتوا طبعا انتم شايفين اهو يعني في حملات الرقابه كلهم شباب لسه صغيرين زي الفل، شباب عنده نشاط، مش هيستثقل انه ينزل في الحر ويعمل كشف دوري او حتى يتعب يقول اخليها في وقت ما يبقاش فيه الجو حر ولا حاجه، شباب اهو كويس زي الفل، شباب مصريين ويعني نقدر نقول يعني تم غرس فيهم حب الوطن، وفي نفس الوقت انت بتعمل وظيفه بتخدم فيها مواطنين تانيين زي بالظبط الدكتور، يعني لما الطبيب بيشفي عندك اللي بيعمل الرقابه الاداريه دي بيتاكد ان المواطن بياكل حاجه نظيفه، حاجه تشفيه او تقويه مش تمرضه في بعد كده. ربنا يسر علينا كلنا كمصريين، وفي نفس الوقت يعني في كل الاحوال يعني يبعدنا طبعا عن الامور السيئه اللي ممكن تحدث، ولكن مع كل ذلك ارجو وناشد طبعا كانت معانا دكتوره بسنت فهمي الخبيره الاقتصاديه وكذلك ايضا عضو اللجنه الاقتصاديه بالبرلمان، والنهارده كان بيتكلموا على موضوع الاحتكار، عمليه الاحتكار مش ممكن مش مشترض يعني يكون كله في الغذاء، ممكن احتكار في سلع تانية، يعني سلع برضو بتستخدم للناس، سلع تانية بيستخدمها الناس في اي شيء. مصر لا تزال تعاني من هذا الامر بشكل كبير جدا. ليه مصر لا تزال تعاني؟ لان مصر ببساطه سوق مغلق على نفسه، بمعنى اخر يعني ما سوق مفتوح ومغلق على نفسه، مغلق يعني انه ممكن يبقى في دايره استثماريه سريعه تتم فيه، وابرز حاجه هو موضوع المواد الغذائيه. يعني لما يجي حد بيتكلم صديقه او حاجه او راس مال الى اخره يقول له ابرع شيء تعمله في مصر مطاعم اكل او غيره، او تستثمر في الماكولات او غيره. فبالتالي يعني البرلمان ارجو ان يكون في تصرف سريع جدا اذا كان الرقابه بتقوم بتحاول، يعني استفاقت في نهوض، في استفاقه. فبالتالي اللجنه الاقتصاديه عليها انها تبحث عن تشريع ما للقضاء على الاحتكار نهائيا، سواء بقى ممكن يحتكر البضاعة بأنه هو فقط هو من يوردها ويستوردها أيا كان السلعة، ممكن يحتكرها بأنه يخزنها فقط وبعدين يعني لما تنقص في السوق بيغلى ثمنها، فبالتالي يعني بينزل المواطنين بسعر أكبر. يعني أرجو أن يكون في بعض الأحيان كده بيبقى فيه ترس مش مظبوط، يعني ترس الاحتكار لا يزال هو السبب الأساسي في موضوع وطبعا بتبقى المدخل سهل للتلاعب بالاسعار ايا كان، ايا كان بيبقى المدخل السهل موضوع الاحتكار. والنهارده الدكتوره بسنت قالت لنا البرلمان شغال عليه النهارده، او اللجنه الاقتصاديه على الاقل، اللجنه الاقتصاديه في البرلمان شغاله على الموضوع ده على اساس تظبط الامور. طيب ولفت نظرنا زي ما احنا شفت طبعا وجود عدد من الشباب في موضوع الرقابه. على سيره الشباب بقى، النهارده نقدر نقول كان في لقاء او تاني يوم التاني طبعا للحوار او برنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القياده، والنهارده كان لقائهم مع الرئيس السيسي، وشفنا الصور وتابعناها وشعرنا ان احنا قد ايه كانه بعض الشباب اللي شافوا قالوا يا ريتنا كنا موجودين، لانه المشهد في القاعة في الحديث في لقاء مباشرة مع رئيس الدولة، في ان انت حتى مش ملتزم بكل البروتوكولات المعهودة، انت في اطار حوار لان انت في برنامج تأهيلي يعني تدريبي، من خلاله الشباب ده بيؤهلوا بشكل كويس جدا لكيفية القيادة، اتخاذ القرارات، فهم الموضوعات،
تقديم مقترحات من جانبهم. وطبعا النهارده كان موضوع الصحه، الكلام عن الصحه وازاي معالجه الصحه والمقترحات اللي عند الشباب دول، وبيسالوا فيها وبيطرحوها على طبعا المسؤولين بداية من رئيس الجمهورية لحد كل وزير أو مسؤول. النهاردة زي ما قلت حضراتكم كان موضوع الصحة، ولسه عندهم الحاجات التقيلة بقى، موضوع العشوائيات المحليات. احنا على فكرة المفترض حسب تصريح الدولة الحكومة ان احنا على اخر السنة دي هيكون عندنا جهات محلية او منتخبة ممكن بقى نبدأ فيها، بس يكون عندنا المحليات تكون موجودة، وحسب الدستور المحليات 25% منها يكونوا شباب، ده للعلم. وفي احزاب بدات تشتغل منها من دلوقتي، في احزاب ومؤسسات بدات تشتغل منها دلوقتي، فخلي بالكم عشان ما يعني لا تترك الامر فجاه كده ونلاقي حد دخل في الزحمه وسيطر تاني ودخل تاني من بالباب الخلفي زي الاخوان وغيره. المهم عندهم تحديات اقتصاديه كمان هيناقشوها الشباب دول وهيطرحوها، عندهم كمان أزمة الدولار والحلول المقدمة ليهم، عندهم حاجة مهمة جدا جدا ويمكن الكثير منا جميعا افتقدها على مدى الست سنين من بعد 25 يناير. يمكن البعض اللي بيشوف قد ايه 25 يناير جميلة و30 يونيو، ولكن بيرى شيء سلبي كبير جدا، موضوع الهوية والأخلاق. موضوع الهوية والأخلاق، قد ما كان المصريين استعادوا وشعروا بوطنيتهم وتلاحمهم وتوحدهم على مدى الست سنين اللي مضوا من 25 يناير، قد ما في أشكال وألوان وأخلاق وهويات ضاعت أو يمكن كانت مختفية تحت الأرض وطلعت فجأة فوق الأرض، يعني ممثلة في حوادث، يعني بنشوفها كل يوم حوادث جدا بتحدث، أو أخلاق وهويات لناس بنقول هل دول فعلا مصريين، لدرجة في بعض الأحيان الناس بتقول هو فعلا الشعب ده، أو بعض فئة معينة تقول هو الشعب ده شعب من المصريين، يعني دول أخلاق المصريين. المهم التصريحات المهمة اللي النهاردة كانت تصريحات اقتصادية كبيرة جدا لرئيس سيسي، اللي اتكلم وقال طبعا كل الناس اللي مخزنة الدولار هتجري بكرة على البنوك تفكه، كل الناس اللي مخزنة الدولار هتجري بكرة على الجنيه تفكه ولتحويله بالجنيه المصري. ده تصريح الرئيس السيسي، وكمان ان الدولار تحول خلال الخمس سنين الماضية الى سلعة تجارية بتتاجر فيها، و يعني هو وعد طبعا انه اتخذ كل الاجراءات لمنع ان يكون الدولار سلعة تجارية ناس تتربح من ورائها. يعني طبعا ده كان التصريح الأهم واللي في مضمونه دلوقتي، احنا عارفين قد ايه ما تسبب الدولار وارتفاع قيمته أمام الجنيه بشكل بشع. يعني رصدنا الأسبوع اللي فات كان فيه ارتفاع رهيب ليه على مدى الأسبوعين الماضيين، وهناك كان تحرك رئاسي منه، وكان هناك أيضا تحرك رقابي على شركات الصرافة العامة، وتحرك إجرائي قانوني تجاه برضو إحدى الصرافات. لكن وأكثر من اجتماع بالنسبة للمجموعة الاقتصادية كان برأسهم طبعا المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لمعالجة هذا الخلل، لأنه الأمر مرتبط لدى الجميع. احنا من حوالي مع ارتفاع اخر قيمه للجنيه للدولار امام الجنيه المصري، احنا بنتكلم في حوالي 3 شهور ووجدنا كان هناك ارتفاع حدث للاسعار بشكل يعني لم يكن مدلوله على الواقع، يعني الواقع الفعلي ما كانش بيقول ان في حاجه غليت، لكن بعض الناس استغلوا الثغره دي طبعا، وده طبيعي في اي مجتمع في الدنيا، في ناس كده، في ناس شغلانتها كده، في ناس يعني بنقول كده تحاول تسترزق من الكوارث اللي بتحصل، الأخطاء اللي بتحصل، الأزمات اللي بتحصل، ارتفاع الدولار قوي وهكذا. التصريح اللي كان اللي شافه بعض الاقتصاديين المطمئن كان من ضمنه طبعا دكتورة بسنت اللي كانت معانا عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، تصريح شافه الاقتصاديين انه مطمئن، انما تحدث الرئيس على موضوع الدولار
وانه سيختفي قريبا نقطه انه او فكره ان الدولار يكون سلعه تجاريه، وانه ان الناس هتروح تجري تغير الدولار بقيمه الجنيه المصري، لان مش خلاص مش هيبقى سلعه، مش هيبقى عليه طلب. فكمان قال ان الايام اللي جايه ان شاء الله هتشهد الكثير من الاخبار الجيده للشعب المصري. الايام القادمه ستشهد الكثير من الاخبار الجيده للشعب المصري. وطبعا يعني عايز اقول لكم احنا فاضل لنا كام يوم كده ونحتفل بالذكرى الاولى لقناه السويس الجديده، وده كانت يعني كان شيء ضخم بالنسبه لنا كلنا كمصريين. ويعني بضخامه الحدث ده نقدر نقول كنا بنسميه اهم مشروع قومي كبير جدا عبرته مصر في هذا الوقت وفي الحقبه دي. طيب انا معايا دلوقتي السيد مختار شعيب نائب رئيس تحرير الاهرام. تحياتي للصديق والزميل والاستاذ طبعا مختار شعيب، وسيادتك مسؤول طبعا عن الملف الرئاسي. قول لنا التصريحات اللي تحدث فيها الرئيس السيسي النهارده بموضوع الاقتصاد تحديدا، وان في اخبار كويسه قريب، هل بناء كان عن اسئله ويعني مع الشباب اللي كان في البرنامج التاهيلي، ولا كان هو يعني كلمات معده وهو بيلقي اثناء كلمته تطرق ليها او يعني القى هذه التصريحات الكبيره؟ الحقيقه استاذ ايمن، اولا اهلا وسهلا بيك وفرصه سعيده ان انا التقي بك عبر الله يخليك وللساده المشاهدين. الحقيقه هي هذه الكلمات وهذه التصريحات الحقيقه جاءت خلال المناقشات التي اجراها الرئيس مع الشباب، وهذه التصريحات كانت نتيجه الحوار السياسي الممتد الذي بدا بالامس مع الشباب، وبالتالي الرئيس اجاب على بعض هذه الاستفسارات التي تهم الشباب وتهم الراي العام ايضا فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، فيما يتعلق بالخطط المستقبليه. لا ننسى ان الشباب بالامس كانوا قد ناقشوا خطه مصر الاستراتيجيه ل 2030، وهي تتطرق ايضا الى المشروعات المستقبليه والحاليه قيد التنفيذ، وخاصه فيما يتعلق بمحور تنميه قناه السويس وتطوير السياحه، وكان هناك ايضا ورشه عمل حول السياحه. وبالتالي اعتقد انه المناقشات ستتركز خلال غدا ايضا حول هذه الخطه القوميه لمصر عام 2030، والتي بها مجموعه من المشروعات القوميه الكبرى، من اهمها انجاز مشروعات التنميه في خليج السويس وفي منطقه شرق التفريعه في بورسعيد، والصناعات الاستراتيجيه واللوجستيه التي سوف تنشا في مدينه الاسماعيليه وفي محور قناه السويس، بالاضافه الى مشروعات التنميه الزراعيه التي سوف تمتد الى قلب وسط سيناء والقرى المزمع اقامتها لتوطين البدو سيناء، بالاضافه الى قرى الريف المصري المعروفه التي سوف تتم في الصحراء الغربيه بصدد يعني استصلاح واستزراع اكثر من 1.5 مليون فدان، والتي كان قد افتتحها الرئيس منذ عده يعني شهر ونص الماضيه. بالضبط. وبالتالي هذه المشروعات القوميه الكبرى تبث الامل في نفوس المواطنين والشباب، خاصه نحن. طيب انا عايز بس تعيد لي التصريحات المهمه جدا الاقتصاديه اللي قالها الرئيس النهارده فيما يتعلق بالدولار، ويعني يعني تحدث عن الدولار ولا ربط الدولار بالاسعار او بالاحتكار، او ولا تحدث عنه انه بشكل اساسي ايه؟ الرئيس تحدث عن ازمه الدولار وارجعها الى مجموعه من الاسباب الرئيسيه من وجهه نظره، انه هناك جماعات مصالح تحاول حصار مصر اقتصاديا وتضغط على الدولة المصرية، سواء بالتلاعب في تحويلات المصريين للخارج واستقطابها نحو هؤلاء هذه الجماعة المعروفة، أو تلاعب بعض سماسرة الأوراق المالية والعملة الصعبة في مصر في الداخل بالتعاون مع بعض أنصار جماعة الإخوان المسلمين
في ما يتعلق بهذا الامر، بالاضافه الى انه الرئيس قال انه هذه الازمه ازمه طارئه وسوف يتم حلها من خلال حزمة اهداف ماليه ونقديه اذا تعكف الحكومه والبنك المركزي المصري لتدشين خطه وسياسه عامه للدوله من خلال المرحله المقبله، تبدا باقتراض 12 مليار دولار من البنك الدولي، والمفاوضات جاريه الان بين الحكومه والبنك الدولي وشركه المركزي المصري بهدف يعني ضخ مزيد من العملات الصعبه في السوق المصري، وبالتالي ضخ استثمارات اجنبيه. ايضا يتوازى مع الرئيس اكد على انه حل مشكله العمله الصعبه في مصر هو ايضا بها محور اخر هو تقليل الواردات، والمحور الثاني هو زياده الصادرات، وبالتالي الحصول مصر على مزيد من العملات الصعبه الدولار واليورو، فضلا عن تنشيط السياحه وتشجيعها. وبالتالي كان بالامس من اولى الورش التي هل وضح الرئيس ايه الاخبار الجيده او الحلوه اللي هنسمعها قريب؟ الرئيس اوضحها بان هي الاخبار الجيده هي التي قلت لحضرتك عنها دلوقتي، انه في اخبار جيده حول الاستثمارات الاجنبيه اللي هي هذا العام كانت 1.750 مليار. الرئيس اكد في الربع الثالث والربع الرابع والاخير من هذا العام، عن نهايه هذا العام سوف تزيد حجم الاستثمارات الاجنبيه في مصر عن حوالي 8-9 مليار دولار، وبالتالي ده ضخ عملات صعبه لمصر من الدولار، وبالتالي ده يحقق استقرار نقدي ويحقق استقرار مالي في سوق العمله في مصر، وبالتالي ده يؤدي الى مزيد من الاستقرار ل سعر الجنيه. الخبر الاخر السار الرئيس اتكلم فيه هو فيما يتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي سوف يؤدي الى ضخ اكثر من على الاقل في المرحله هذا العام اكثر في حدود 3.5-4 مليار دولار و 12 مليار دولار خلال السنوات المقبله، وبالتالي ده يؤدي ايضا الى تحقيق مزيد من الاستقرار في اسعار العملات الصعبه. الرئيس اكد انه هناك خطه بدا تنفيذها فعليا ومع موسم يعني الصيف والشتاء المقبل، وانت عارف حضرتك خلال الشهور المقبله من بدءا من شهر 9 بيبقى في سياحه اجنبيه لمصر خاصه في البحر الاحمر وشرم الشيخ، لانه هذه المناطق حاره بطبيعتها فبتستقطب اثناء الشتاء سياحه اجنبيه. فالرئيس قال انه في اخبار ساره في اتفاق وشيك مع الجانب الروسي والجانب البريطاني ومع بعض الدول الاوروبيه لرفع الحظر عن السياحه الى مصر خلال هذه المرحله، وبالتالي استعاده العملات الصعبه التي بلغت في عام 2010 15.5 مليار دولار، وبالتالي لو مصر استعادت جزء كبير من هذا الرصيد وهذه العملات سيؤدي ذلك الى استقرار اسعار الدولار في مصر، وبالتالي ينعكس كل ذلك وكل هذه السياسات على اسعار الغذاء الاغذيه واسعار السيارات واسعار السلع المهمة وضرورية بالنسبة للمواطن المصري، وبالتالي سوف تهبط الأسعار بالضرورة. يعني الأيام الأيام القادمة ستشهد الكثير من الأخبار الجيدة. يعني أستاذ مختار أنت شايف أنها متعلقة بموضوع السياحة أكبر جزء فيها يعني مبشر، ورفع الحظر طبعا اللي كان مفروض يمكن أبرزهم طبعا الحظر الروسي والحظر البريطاني، وبالاضافه الى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بالاضافه الى اتفاق مع صندوق التنميه الافريقي، بالاضافه الى اتفاقات ثنائيه مع بعض الدول العربيه لاستثمارات مصريه استثمارات عربيه ومصريه مشتركه في بحر القناه، ده بتضخ مزيد من العمله الصعبه، لانه الاستثمارات المتوقعه في محور قناه السويس فقط في حدود 200 مليار دولار بوفق الخطه 2030، فتخيل بقى لو خلال العام القادم جاء حوالي 7-8 مليار دولار بالاضافه الى 4.5 مليار دولار من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالاضافه الى يعني حوالي 0.5 مليار دولار من البنك الافريقي، بالاضافه الى ان السياحه تنتعش الى حد كبير ان شاء الله في الموسم المقبل بما يؤدي الى يعني تحريكها الى مستوى 7 أو 6 مليار دولار، كل هذا سوف يؤدي في الاخر الى انه الخزانه العامه للدوله المصريه سيكون فيها على الاقل من المتوقع في حدود 25-30 مليار دولار، ده رقم الحقيقه كبير جدا ورقم يطمئن الشارع المصري والاقتصاد المصري، خاصه الاقتصاد المصري مصنف الان عالميا
لانه اقتصاد مستقر قابل للنمو. صحيح. بيعنده معدل في حدود طيب. اكثر من 2%، وده يؤدي الى انه المعامل الاقتصادي لجذب الاستثمارات في مصر معامل عالي جدا، خاصة مع الاستقرار الذي تشهده البلاد حاليا. انا بشكرك جزيلا الزميل والصديق والاستاذ مختار شعيد، طبعا نائب رئيس تحرير الاهرام والمتخصص في الشؤون الرئاسية، شكرا جزيلا. وكده يعني النهارده طبعا اعتدنا من الرئيس سيسي انه دائما حينما يقول تصريحات تكون في البداية تصريحات يعني ينطبق عليها نقدر نقول العنوان العريض، العنوان الكبير، والتفصيلات بتأتي يعني تباعا. يعني اعتدنا على هذا أن يكون تصريح بيحمل عنوان كبير أو موضوع عنوان عريض بيشمل موضوعات كثيرة جدا، أما التفاصيل فاعتدنا أن احنا بنستمع إليها يعني تباعا لاحقا فيما كان يقصد أو كان بالضبط إيه المحدد في موضوع من أيام حتى البرنامج الرئاسي، لو حضراتكم فاكرين يعني الرئيس سيسي البرنامج الرئاسي قال لما هوصل هفصل إيه الأمور وهكذا. طبعا إحنا بنستبشر خير، لأن كلنا تحت مظلة هذا الوطن بنستبشر خير بكل شيء بيتم على أرضها، بكل حد بيدفع البلد دي للأمام، بكل حد بيساهم في أن يخلي البلد دي تبقى قد الدنيا. هنسيب هذا الحوار طبعا الشباب التأهيل أو تأهيل الشباب، وطبعا هو لسه مستمر، المفترض عنده 3 أيام مناقشة عامة خلال الأيام دي، أو ورش عمل مباشرة مفتوحة زي ما انتم شايفين. ملخص أنه كان في مع النهاردة الصحة، وفي بعد كده المحليات والعشوائيات والتحديات الاقتصادية والدولار، وبعد كده الثقافة والأخلاق والهوية. زي ما انتم شايفين بيبقى معاهم الدولة موجودة على رأسهم الرئيس، أو فيما بعد ذلك مثلا رئيس الوزراء إن أتيح وقته، اليوم وزير الصحة كان موجود. فدول الثلاث أيام ورش عمل اللي هم ليهم، وطبعا المفترض إنه هذا البرنامج حينما أعلن عنه إنه أعلن إنه بياخد ما يقارب من 6 شهور وبيستمر فترة، ودي أول دفعة، طبعا أول دفعة في التأهيل. طيب بشكر سيد مختار شعيب مرة تانية، ونسيب يعني الموضوع الشباب، بس هنفضل في الشباب اللي مصر مليانة بيه، 60% من شعبها من الشباب، يعني أقل من تحت 35 سنة. خلينا بقى نشوف بقى اللي تحت شوية، اللي هم دلوقتي اهو موضوع التنسيق والجامعات، والنهاردة الاثنين مفترض الساعة 7 مساء يغلق الباب لموضوع التنسيق للمرحلة الأولى. أفكركم بالنتائج، كان 96.6% لعلم علوم، 92.7% من 10 كان لعلم رياضة، 80% لأدبي. أدبي مظلوم لأن المهم المفترض أنه الوزارة قالت عدد الرغبات بقى 60 بدل من 48، سهلت الموضوع. في اللي بيروح على فكرة ما كانش فيه زمان، يعني على جيلنا بقى كانش في زمان موضوع الانترنت وغيره، فكنا بنروح نقف على الشباك. فدلوقتي الموضوع ميسر للي مش هيروح يبقى على الانترنت يسجل رغباته وبيسجل وبياخد طبعا رقم بيها. طيب انا معايا على التليفون دلوقتي محمد كامل مسؤول ملف التعليم بالمصري اليوم. استاذ محمد تحياتي يا صديق والزميل والاستاذ. طبعا قول لنا لحد الساعه 7 خلاص هيغلق الباب للمرحله الاولى، في كلام على تمديد ولا لا؟ تحياتي ليك يا استاذ ايمن، وتحياتي لمشاهدي النهار اليوم. زي ما حضرتك قلت ان المرحله استمرت 5 ايام، المفروض ان هي تغلق النهارده في 7 مساء. حتى الان في تجديدات وتاكيدات انه لن يتم مد الوقت حتى ولو ساعه واحده، وانه هيتم الانتهاء الساعه 7 كما هو مقرر للمرحله. واكدت مكتب التنسيق والوزاره على ان توزيع الطلاب هيكون وفقا لاخر تعديل اجراه الطالب على موقع التنسيق. خليني برضه اقول لك يا استاذ دايما ان احنا لحد دلوقتي عندنا تقريبا حوالي 125,728 طالب وطالبه سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق، من اجمالي 127,413 طالبا من طلاب المرحله. يعني ممكن لحد 7 بالليل يعني يقترب من العدد الكامل ولا ممكن لا؟ ممكن يقترب، لكن عاده اتعودنا ان المرحله الاولى بيبقى فيها حوالي 1000 طالب.
ثانويا بيروح للجامعات الخاصه من خلال المنح وهكذا يعني. هذا المعدل في التسجيل معدل طبيعي ومعتاد عليه كل سنه يعني. ده المعدل الطبيعي. طب بالنسبة طبعا يعني عايز اقول بس انه الامور اللي قالتها طبعا الوزارة ان عمليات التنسيق ماشية كويس، الناس بتسجل رغباتها ما وصل لهمش مثلا ان في حد ما فهمش يكتب ازاي او يختار ازاي او حتى يحط درجات الاختيار بتاعته، ولا يعني طلعت قالت لا ما فيش اخطاء كل الامور ماشية كويس. بص، هي القصه كلها دايما في موضوع الاخطاء دوت، ان طبيعي ان الطالب زي ما انت قلت بيسجل من بيته. الطالب اللي هو لا يستطيع ان هو يسجل من بيته او على ما عندوش درايه كيف يسجل من بيته بيروح لاقرب جامعه ليه بيسجل فيها، وبالتالي ما كانش فيه مشكله في هذا الموضوع. لكن كان في مشكله خاصه بالطلاب الاوائل طبعا مع بدايه التنسيق، كان في حوالي 93 طالب من الاوائل اللي اعلنت عنهم وزاره التربيه والتعليم، وكان في التنسيق بيعفي اول 600 طالب من شرط التوزيع الجغرافي. فالطلبه الاوائل وجدوا نفسهم ان هم يطبق عليهم التوزيع الجغرافي، فبعد الاستفسار من موقع التنسيق اكتشفوا ان موقع التنسيق سجل الطلاب وفقا لاخر نتيجه اللي هي اضافه الحافظ الرياضي، وانت عارف طبعا ان الحافظ الرياضي اضاف 1700 طالب زياده فوق ال 95% او فوق 90%. صح. فبالتالي تغيرت خريطه الاوائل على مستوى الجمهوريه، لكن مكتب التنسيق والمجلس الاعلى للجامعات استدرك هذا سريعا. طيب. وتم اختار موقع التنسيق ومدوا بالبيانات بالطلاب ال 600 طالب الاوائل قبل اضافه الحافز الرياضي، وتم اصدار قرار اضيف لي قواعد القبول بالجامعات، واضاف ان استثناء 600 طالب الاوائل من شرط التوزيع الجغرافي مع اضافه قصر. طيب عايز اسالك سؤال سريع استاذ محمد، سؤال سريع يعني والاجابه تكون اسرع. في حاجه مختلفه السنه دي ولا زي كل سنه التنسيبي، ولا لا في شيء مغاير السنه دي؟ الازمه النهارده كلها او السنه دي كلها في درجه الحافظ الرياضي قلبت الدنيا كلها، خاصة في الشعبة العلمية. يعني قبل إضافة درجات الحافظ الرياضي كان تقدر تقول إن الطب ممكن يقبل من 98%، لكن بعد إضافة درجات الحافظ الرياضي اللي حصل عليها 1700 طالب، كليات الطب وصل ليها الحد الأدنى إلى 98.5%، وإذا كان هيتم تخفيض أو زيادة الأعداد هيكون 98.4%. يعني معنى كده إن الطالب اللي جاي 98% لن يتم قبوله في كليات الطب البشر هذا العام. أنا بشكرك جزيلا أستاذ محمد كامل، طبعا مسؤول التعليم بجريدة المصري اليوم، شكرا جزيلا. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم بعد شوية يعني هنفرد موضوع القمح ده بشكل كبير قوي، هيكون ضيفي طبعا دكتور مروان يونس طبعا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، ونقدر نقول المستشار للسياسي والإعلامي أو وزارة التخطيط السياسي والإعلامي لدعم مصر. احنا عارفين دعم مصر ده أكبر كتلة موجودة في البرلمان، يعني نسمع أخبار عن أجندة دعم مصر داخل البرلمان كمان، خليكم معانا. لكن دلوقتي طبعا هنقف نسمع كالمعتاد على رأس كل ساعة موجز لأهم وآخر الأنباء.